الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن فروض الوضوء وقلنا أنها النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجل ومسح بعد الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. ونتكلم اليوم عن سنن الوضوء وسننه 10 بل هي أكثر من ذلك لكن نحن حتى لا نتوسع قد يصل سنن الوضوء إلى ما يقرب من أكثر من 50 سنة لكن نتكلم عن ما ذكره الشيخ. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وسننه 10 أشياء. التسمية نقول بسم الله أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. السنة الثانية ده عند ايه فيكون فيه 3 اشياء مع بعض النية بالقلب للوضوء والنطق باللسان ها بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل يديه يبقى دي 3 اشياء مع بعض يبقى عمل قلب ولسان وجوارح فأول الوضوء يبقى النية بالقلب والتسمية باللسان وغسل اليدين وثاني شيء غسل اليدين وقلنا غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء يبقى هنا في سنتين نفرق بينهم إن لو كنت أنا شكيت في إيدي أولا لو تيقنت النجاسة وكان الماء قليل حرم علي أن أدخل يدي في الإناء لأنه هنجس الماء كله وأنا أستطيع أن أتوضأ به بعد ذلك لو كان الماء قليل وأدخلت يدي في الإناء وأنا متيقن أن يدي فيها نجاسة حرم علي أن أنا أدخل يدي في الإناء ها فلو كنت شاكك في النجاسة نودب لي أن أنا أغسل يدي خارج الإناء لدرجة أن الشافعية يقولون إيه إذا لم تجد شيئا فتميل الإناء وتغسل إيدك طب الإناء لا يميل كان مثلا شيء ضخم جدا قال لك أشفط الماء بفمك ثم ابصقه في يدك واغسلها أولا ولو كان أنت غير متيقن النجاسة ولا ظننها فدي سنة لوحدها مستقلة قبل الوضوء أن تغسل يديك قبل إدخالهما الإناء ودي السنة الثانية ثم المضمضة والاستنشاق ولها صور كثيرة والمضمضة هي مجرد دخول الماء في الفم والاستنشاق مجرد دخول الماء في الأنف وده أقل ما يمكن أنا لو حطيت ماء في بوقي كده يبقى كده اعتبرت أصبت أصل سنة المضمضة لو جاء الماء ودخل في فمي في أنفي يبقى ده أقل شيء من الاستنشاق وتأدت به سنة الاستنشاق لكن في حاجة اسمها كمال السنة وهي الكيفية ها في الكيفية وأيضا في داخل كل واحدة من الاثنين من المضمضة والاستنشاق فأكملها أن يملأ يده بالماء ثم يجتذب بفمه قليلا ويجتذب بأنفه الباقي ثم يتمضمض ها يبقى إدارة الماء في الفم دي إدارة الماء في الفم لكن وجود الماء في الفم هو أصل سنة المضمضة إدارة الماء في الفم ثم نثره دي كمال السنة طيب وفي الأنف إن هو بيدخل إصبع خنصر اليد اليسرى بأنفه حتى يزود ما فيه من القاذورات وما يلصق بداخل الأنف وبعدين يستنثر أيضا حتى يخرج ما بالأنف ويفعل ذلك مرة فيضع الماء في أنفه في يده ويجذب قليلا بفمه وبعدين يجذب بأنفه الباقي وبعدين يتمضمض ويبصق وبعدين يستنثر بأنفه فتكون السنة يكررها 3 مرات ودي أكمل السنة هنا فمنهم من قال يتمضمض 3
وبعدين يستنشق ثلاثا وهكذا في اختلاف، أو يتمضمض مرة ويستنشق مرة بغرفة، كل واحدة بغرفة، لكن الأكمل ما أوضحناه المضمضة والاستنشاق. ومسح جميع الرأس، قلنا الفرض مسح بعض الرأس ولو شعرة، طب الكمال مسح كمال، والسنة مسح جميع الرأس، خروجا من خلاف العلماء وأنه ذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أنه بعد أن مسح رأسه، وعند السادة الشافعي يمسح رأسه ثلاثا، لأنه ورد حديث صححه الشافعي في سنن أبي داود أن رواية سيدنا عثمان لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله يتوضأ مثل وضوء هذا، وفي ذلك الوضوء وهو يتوضأ مسح سيدنا عثمان رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه الإمام الشافعي استنبط من ذلك إيه؟ أن المجزئ في أقل السنة مسحة واحدة للرأس، والكمال ثلاث مسحات، بحديث أبي داود الذي صححه الشافعي والشافعي. وبعدما يمسح رأسه يمسح الأذنين بظاهرهما وباطنهما بماء جديد، بعدما يمسح رأسه بيستمد ماء آخر جديد لأطراف أصابعه، ثم يمسح صماخ أذنيه ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام. الأول يستمد ماء للسبابة ويمسح الصماخ، ثم يستمد ماء آخر ويمسح الصوان الخارجي وظاهر الأذن، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. وتخليل اللحية الكثة، أن يأخذ ماء ويدخله تحت لحيته عند غسل الوجه، فهذه سنة متعلقة بفرض غسل الوجه، أن بعد أن يغسل الماء يخلل لحيته خلاص. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، من السنن أيضا أن هو في أصابع اليدين يخلل، وهو يغسل يديه يخلل يديه هكذا ويستمر في إمرار اليد إمرار الكف علشان التدليك، ويخلل اليد اليسرى ظاهرا وباطنا ويمر هكذا. وتخليل أصابع القدم أو الرجل يأتي بخنصر اليسرى ويخلل من خنصر اليسرى لليد اليمنى، من خنصر الرجل اليمنى بإيه؟ بخنصر يده اليسرى، ويستمر حتى يصل إلى التخليل بين الإبهام وسبابة الرجل اليسرى من باطنها، وبعدين يغسل الرجل يخلل، وبعدين يغسل الرجل يخلل المرة الثالثة ويغسل الرجل، ويفعل ذلك أيضا في الرجل اليسرى، يخلل من إبهام اليسرى إلى آخرها وأيضا يغسل. وتخليل أصابع اليدين والرجلين من السنن. وتقديم اليمنى على اليسرى، أن يغسل يد اليمنى قبل اليسرى ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، فالعضو الذي له جزئين ها متشابهين زي اليدين أو الرجلين يقدم اليمنى على اليسرى. والطهارة ثلاثا ثلاثا، التثليث في الطهارة ده سنة أيضا، والموالاة وهي سنة أيضا. الموالاة ألا يجف العضو الذي غسل، ألا يغسل العضو بعد أن يجف العضو الذي قبله، فإذا كان العضو الذي قبله لم يجف يبقى حصلت الموالاة، وإذا في الزمن المعتاد والبدن المعتاد، لأنه ممكن يكون جسم حار فيجف بسرعة، ممكن يكون جسم بارد فيجف ببطء، وأيضا ممكن في وقت الحرارة الشديدة يجف البدن ها بسرعة، لكن هو يقصد إيه؟ الزمن المعتدل والبدن المعتدل، فباعتبار الجفاف تنقطع الموالاة، وانقطاع الموالاة لا يؤدي إلى بطلان الوضوء، لأن الموالاة سنة كما ذكرنا عند الشافعي. فذكرنا سنن الوضوء وهي عشرة أشياء، كما قلنا التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة أي كثيفة العظيمة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.